الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا ان شاء الله النهارده بنقفل مربع الكربيتين شاهين بعد ما اتعمل فيه شغل الخراطة بتاعته اللي هي عملنا خراطة للباب وجلب للاكس. فطبعا دول لو الباب بيبقى فيه تنوير وفي بوش في الاكس فبتبقى العربية مش مظبوطة، بتبتدي تعلى وتوطى، بتبتدي كل شوية بظبطة، ما بتديناش اداء كويس. فالحمد لله بفضل ربنا علينا عملنا خراطه للباب وعملنا جلب للاكس زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. ده كده الباب كده مفتوح وكده مقفول الحمد لله رب العالمين. دي نقطه. النقطه الثانيه هنبتدي بقى مع بعض نبتدي نقفل الكربراتير، فيا ريت تبقوا معايا عشان تتفرجوا وتشوفوا احنا بنعمل ايه او بنركب ايه في الكربراتير. الكربراتير طبعا لازم نعمل الجوالات بتاعته، نجيب جوالات ونتاكد من الفتحات ان هي مظبوطه، يعني الجوال بيبقى بالظبط بالطريقه ديت. في هنا جزء زي ما انتم شايفين كده، اتاكد ان ده ليه، ان ده اتجاهه كده عشان يديني الفتحات بتاعت الصرانسيل، يعني لو اتركب بالطريقه ديت هيدي برضو لكن بالطريقه دي مثلا سي احنا انا للاسف اللي هو دي كده، هتلاقي فتحات الصرانسيل مش هتيجي مظبوطه، اتجاه الفتحه مش هيجي مظبوط، فلازم يركب بالطريقه الصحيحه بتاعته عشان يديك الفتحات مظبوطه عشان ما يحصلش اختلاف في العربيه. كده احنا بنربط القاعده بعد ما اتعملت لها شغل الخراطه. الكربيتير الشاهين دوت البكات الاوريجينال بتاعته اللي هي بتنزل من الشركه نفسها عشان العربيه ما تستهلكش بنزين، بياخد بيك الاول بتاع الباب الاولاني 110 والبيك بتاع الباب الثاني بياخد 130. دي بكات الاوريجينال، فيستحسن ان هي ما يحصلش تغيير. طيب لو ما احنا مركبين البكات الاوريجينال دي وحاسين او لاقين برضو في كتمه في الدوسه بتاعه العربيه، ده يبقى في حاجه ثانيه غير البكات، لان انت طالما مركب البكات الاوريجينال المفروض ان العربيه تبقى ماشيه مظبوطه مفيش فيها كتمه. بس انا في الحقيقه مش عاوز اطيل عليكم عشان تعرفوا حضراتكم كلكم تتفرجوا الفيديو.